اهلا بيكم في نيوز روم في الجول. النهارده هنناقش موضوع مش بس في العادي بنناقشه في غرفه التحرير في الجول، لا الناس كلها بتناقشه على القهاوي في اي قعده. مين اعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه، محمد صلاح ولا محمد ابو تريكه ولا اسم ثالث اصلا؟ عز، انت ايه رايك في الموضوع ده؟ اسم ثالث لا بص، انا طبعا بالنسبه لي اعظم لعيب في تاريخ مصر اكيد محمد صلاح على جنب خلاص، بس انا عايز اطلعه على جنب الصراحه، لان انا متهيألي يعني هو احسن لعيب في تاريخ مصر عند معظم الناس، عند الاراء كلها بسبب الانجازات، فهيبوظ العقل تمام يعني، فخلي صلاح على جنب. اعظم لاعب في تاريخ مصر باستثناء صلاح بالنسبه لي حسام حسن. حسام مش طبعا، بص الموضوع متهيألي ما فيهوش حسابات قوي على قد ما هو قلب يعني، فانا قلبي مع حسام حسن، لان انت بتتكلم على بني ادم موت نفسه في مع المنتخب في كل ماتش كنت بتفرج عليه. طبعا المسيره بتاعته حكايه يعني، اهلي يسيب الاهلي، المفترض ان هو لما يسيب الاهلي ده تبقى في مرحله يعني بطل يعني خلاص ما فيهاش كلام يعني، كسر ال 30 وسايب النادي اللي انت عشت فيه حياتك كله، يروح الزمالك ومكسر الدنيا في الزمالك، يسيب الزمالك بعد ما كان بقى مهاجم ثالث في الزمالك وتخن وكبر في السن عدى ال 34 سنه، المفروض بقى يبطل. لا راح مصر الترسانه اتحاد سكندري، بيلعب النهارده بالهيد، بيلعب بره منطقه الجزاء، بكره بيتعلم يشوط فاولات، بعد بكره بيتعلم يبقى بيعمل اسيستات اكتر علشان خاطر ما يلعبش في منطقه فيها عنف. قصه خرافيه بالنسبه لي حسام حسن. وما يزيد عليك كمان ان هو لما راح المصري ولما راح الاتحاد ولما راح الترسانه ما كانش اللي هو مجرد لاعب بس، لا هو راح المصري وصل لقبل نهائي الكاس، وكان هيوصل للنهائي وممكن ياخد البطوله، لانه خرج بضربات الجزاء قدام الاتحاد، خرج الزمالك في الوقت في الدور الثمانيه، كان هو هداف الفريق، كان هو اللي بيقود الفريق. فحسام حسن، حسام حسن الافضل. انا اختلف معاك الوحيد في ايه؟ ان انت قلت الثاني بعد محمد صلاح. حسام حسن هو الافضل في تاريخ الكره المصريه، يمكن مش الاكثر شعبيه، لكن احنا مش بنتكلم عن القلب. انا بالنسبه لي لو على الشعبيه فلا، حسام حسن هو كمان اكتر لاعب بحبه في التاريخ، مش في تاريخ مصر بس، الوحيد القادر على انه يكون احسن من حسام حسن هو محمد صلاح. محمد صلاح قدامه الوقت ان هو يبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر، فعلا وصل مصر لكاس العالم، سجل هدفين في كاس العالم. لا في فرق، في فرق، في فرق ما بين افضل لاعب في تاريخ منتخب مصر وافضل لاعب في تاريخ الكره المصريه، والحالتين حول حسام حسن. ماشي طيب. ماشي لا هو 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 طبعا هو رايك بس انا كده انا قلت لك المنطق. حسام حسن اخد دوري ابطال اوروبا مع الاهلي ومع الزمالك، اخد دوري ابطال اوروبا، بقول مع اخد دوري ابطال اوروبا عشان ليه نفسه ان هو لليفربول، كل حد بيكسب لنفسه اكيد، عشان كده هو لاعب عظيم. احنا ما حدش بيقول احنا مش لسه مش هنقيم محمد صلاح لاعب عظيم ولا لا. التفوق الوحيد لحسام دلوقتي عن محمد صلاح ايه؟ ان هو بطولات، وان هو الهداف التاريخي كده. فوزي عامل نفس المقارنه كانها بين مارادونا وميسي، ما اصلا ما خدش بطوله يعني. طب ممكن اقول لك ببساطه مثلا حسام حسن 86 ما كانش بيلعب، مش الاساسي. طب و98 2006 ما كانش الاساسي، 98 بتاعته حلو. في المقابل الناحيه الثانيه، في المقابل صلاح في 2000. طب انت ترتيبك، انت ترتيبك اصلا رامي عامل ازاي؟ لا ترتيبك يعني محمد صلاح بينافس مين؟ محمد صلاح بينافس ابو تريكه وحسام حسن دلوقتي. لا صلاح على الليفل لدرجه احنا عمرنا ما كنا نتخيلها، حتى اغلب الخناقات اللي احنا بنعملها دي دلوقتي على السوشيال ميديا عشان محمد صلاح، احنا اصلا عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا هنوصل لها اصلا في وقت من الاوقات. خرج من قائمه ان هو من افضل لاعب في تاريخ مصر، من افضل خمس لعيبه في العالم. عشان كده في فرق ما بين اعظم لاعب في تاريخ الكره المصريه، دي معناها انه افضل لاعب مصري. مين افضل لاعب مصري في التاريخ؟ لو هنتكلم فنيا افضل لاعب مصري فنية. خلاص هو لا مش فنيا، محمد صلاح كمستوى فني اكتر لعيب حبيب في تاريخ مصر. محمود الخطيب، حازم امام. انا بحس ان ده برضه ظلم الكابتن خطيب، يعني ده ظلم ان انت برضه بتبقى انت بتحكم على حد بالفيديوز بس. لا هو كده الظلم اكتر بيبقى جاي لك بقى عند حسن شحاته، فاروق جعفر، لان برضه عدد الفيديوهات اللي صدرت لهم مقياسا بالخطيب اقل بكتير. ففي في ناس ثانيه اتظلمت. حماده امام لما في الاواخر ابتدى يطلع له فيديوهات قديمه، حماد امام بيعمل حاجات عجيبه في الكوره يعني، فاحرف لعيب مثلا بالنسبه لي الخطيب. اكتر واحد خد شعبيه في تاريخ مصر متهيألي في السنين الاخيره دي بالذات تريكا. اكتر لعيب كان عظيم في المنتخب وممكن تبص له على انه احمد حسن مثلا يعني،
بس حسام هو مع الحاجات دي كلها كاركتر كمان بالنسبه لي خرافي. طب سيبك من ال... من من كل واحد في فتره مراهقته كان عنده كام ساعه سعيد، بس كلنا شفنا لما كنا كان مثلا مراسل ينزل في نادي ويسال العيال الصغيره يقول لهم مين نفسك تطلع في مين، كان الحارس المرمى والمدافع وخط الوسط والمهاجم عايزين يطلعوا زي حسام حسن، وكام لعيب في الدوري المصري اسمهم حسام حسن. احنا فعليا حسام حسن كان حاله بالنسبه لكل الناس. الناس طبعا الجيل الجديد شايف ان محمد ابو تريكه بالانجازات اللي حققها وان هو كمان فضل الاهم من كل ده ان هي بالقلب يعني، يعني قصدي يعني اعظم لاعب دي في التاريخ ليها 100 مليون معيار زي ما كنا بنتكلم دوري ابطال اوروبا، انت عملت ايه لمنتخب مصر، انت عملت ايه في تاريخك للانديه كتيره وحاجات كتيره زي اللي عمله حسام حسن، فهي في الاخر قلب يعني، فهي ما فيهاش معايير ثابته. عشان كده بالذات قصه الحب يعني لكل لعيب دي، عشان كده انا فاهم ان رامي مثلا ابو تريكه بالنسبه له رقم 2 اكتر من اي حاجه، طبعا مع الانجازات لان هو ابو تريكه مش مثلا معدوم الانجازات وكان حريف يعني، انت بتتكلم في ناس كلها في ليفل كله فوق. لا هو لو احنا هنتكلم عن الانجازات فهو فعليا مفيش انجازات اعلى من ابو تريكه، برضو مع احترامي لمحمد صلاح كانجازات برضو ابو تريكه كان في الوقت ده، لو احنا بنتكلم ان دلوقتي محمد صلاح هو اللي عامل لنا شعبيه وده، بس محمد لا، بس اللي انا بتكلم فيه ايه، ان محمد ابو تريكه فعليا راجل نافس على افضل لاعب في افريقيا في وقت ما انت ما كانش عندك محترفين، وكان فعليا هو الوحيد اللي قادر ان هو يناطح مع دروكبا وايتو وايديبايور الاسماء اللي كانت فارق كبير جدا عندنا، محمد ابو تريكه كان الوحيد اللي بيناطح. محمد ابو تريكه بطولاته عدد المرات التتويج بدوري ابطال افريقيا والسيطره اللي كان عاشها مع النادي الاهلي ورا بعض دي، الاستمراريه دي ما كانتش موجوده عند اي لعيب مصري. ممكن يكون طبعا كابتن يعني حسام حسن عمل ده. لا بس بتكلم على ايه السرايه الاستمراريه دي، انا بتكلم على 20 سنه يعني ده هو ايه يا راجل. لا هو برضه ميزه ابو تريكه العبقريه ان هو طلع متاخر وازاي عمل الانجازات دي كلها بالظبط. ماشي بس اللي انا اقصد اقوله ايه، ان ابو تريكه طلع متاخر طبعا عن حسام حسن، وصل كاس عالم وهو اصغر من ابو تريكه، بس ابو تريكه من ساعه فعليا ما طلع يعني ساعه ما جات له الفرصه ان هو يروح الاهلي وهو مستمر زمان بالمستوى جيل منتخب مصر. حسام حسن ابو تريكه حسام حسن برده كان يمكن عنده مشكله ان هو ساب الاهلي طلع بره شويه بعد كده ما اتبسطش بره فراح رجع. الحب ممكن يبقى خسر جمهور اهلي وبعد كده راح الزمالك وبعد كده خسر جمهور الزمالك وهو بيدرب، بس هو القصه بتاعت حسام اصلا بالاهلي بالزمالك بالمصري بكل الحاجات مفيش زيها في تاريخ مصر. وانا بالنسبه لي ابو تريكه هو افضل لاعب في تاريخ مصر، لكن لما تيجي تبص لحسام حسن، حسام حسن عنده الشخصيه والاستمراريه فعلا زي ما انت بتقول، مش حد يقعد 25 سنه وعلى الاقل بيعمل كل حاجه وبيكسب كل حاجه، بس ابو تريكه عنده العبقريه ان هو في 10 سنين او في اقل كمان، وراح الاهلي في 2004 واعتزل في 2013، عمل كل حاجه في الكوره ممكن كان يحتاجها حسام حسن يعني 25 سنه ابو تريكه عملها في 10 سنين، والعكس هو خارج من باب الكبير انك كسبان دوري ابطال افريقيا ورايح على كاس عالم للانديه. بص حاجه ثاني ابو تريكه بالنسبه لي طبعا، بس هو ما راحش كاس عالم، ما هي دي النقطه الوحيده اللي تخلى ابو تريكه مش اعظم لعيب في تاريخ مصر يعني، حتى لو مثلا ابو تريكه كان راح كاس عالم في 2010 الجيل ده كان كلنا هنقول اي اسم في الجيل ده ايا كان هو مين هنقول هو احسن لعيب في تاريخ مصر، لكن شخصيه حسام حسن ديت انا فاكرها يعني من وقت ما انتقل للزمالك انا كنت وقتها صغير كان والدي بيقول لي ان في ناس بتشجع تشجيع الاهلي وبتشجع الزمالك عشان حسام حسن، فتخيل ان في شخص يقدر يخلي واحد يناحي انتمائه مثلا 10 15 سنه ويشجع نادي المنافس التقليدي ليه عشان شخصيته عشان شخصيته بس. معتز ابو تريكه معتز تعالى طبعا الحديث الشويك ده بس وانا واقف بقى مش وانا قاعد علشان انا تفكيري اعلى منهم يعني ارجع وعشان اجيبها حسام فوزي انا بالنسبه لي ابو تريكه احسن لاعب في تاريخ مصر، انا وانا قاعد في البيت كده كل ما افتكر حد فرحني ما بيجيش دماغي في ابو تريكه، افتكر ماتش كبير انا كنت محتاج فيه حد ينزل ينقذني ما يجيش في دماغي ابو تريكه، برضه افتكر اللي احنا فما افريقيا كنا في ماتش كامل ده خلاص الناس كلها قاعده مستنيه بقى الوقت اللي ضافوا ضربات الجزاء وكل الكلام ده، بعد كده كله لقى زدان وركز مع زدان في الاخر ابو تريكه هو اللي جاب جون. هو الراجل ده في ماركه غريبه حازم امام كان بيقولها اللي هو دايما اللقطه الاخيره مرتبطه باسمه، دايما ام افريقيا مرتبطه باسمه ابو تريكه، البيل الاخير في ام افريقيا 2006 ابو تريكه برده اللي حطه، مع ان ابو تريكه ما كانش احسن واحد في البطوله دي وقتها او حتى الحدث اللي شغل الناس وقتها في 2006 ما كانش بطل ابو تريكه، كان بطل هو حسن شحاته وايده،
بس فاكسي طبعا بس فاكسي ده انا فاكر من العمارة اتركت رنكة. انا وقتها كنت بتفرج مع خالي وهو زملكاوي بس هو في الماتش ده كان السبب ما متعاطف مع الاهلي يعني ما اعرفش ايه السبب. وقتها هو احتفل جامد جدا معايا اصلا بجون ابو تريكة اللي هو حتى بعد الماتش قال لي ازاي اصلا انت كنت مقلق وانت عندكوا واحد زي ابو تريكة في الاخر جاب جون في شماله وهو اللي جاب لكم دوري ابطال افريقيا اصلا. فانا دايما وابدا اختار هيبقى محمد ابو تريكة. اللحظات السعيده كلها مرتبطه معاه باسم ابو تريكة. حتى لو افكر بعيد عن الكوره شويه الاقي لا الراجل ده دايما بيعمل حاجات بحسه دايما معاه في صف. بس طبعا في اسامي تانية هو ده حال الكوره دايما. محمد صلاح بالانجازات طبعا انا برضه اتفق مع عز اللي انا ايه هحطه على جنب شويه. هو حتى يعني حسام ميدو في حوار مؤخرا لي قال نفس الكلام قال احنا نحط محمد صلاح على جنب شويه. هو وصل بانجازاته واستمراريته دلوقتي خلاص دلوقتي بقى بنتكلم اللي هو بقى مرشح لاحسن في البالون دور للعام الثاني على التوالي اللاعب العربي الوحيد اللي في التاريخ. فهو دلوقتي بقى في مكانه ثانيه. ممكن الظروف دي لو كانت حط فيها ابو تريكه لو كان ابو تريكه طلع بدري واحترف وزار مع الاهلي بدري ممكن وقتها كان حسام كمل والله لو كان ميلو نفسه كمل في اوروبا. اه احنا في الاخر احنا بنتكلم عن ثلاث اسماء. واحد اسمه جيل حسام حسن مع منتخب مصر وجيل ابو تريكه اللي اخذ الثلاثيه التاريخيه مع انه في واحده ما كانتش موجود فيها وجيل محمد صلاح الحالي. فاحنا بنتكلم عن ثلاثه عظماء اكيد ما فيش كلام فيه. شكرا جدا يا جماعه مستنيين برده انتوا ارائكم ومشاركاتكم على الفيديو ده. مستنيين نشوف انتوا رايكم مين محمد ابو تريكه محمد صلاح ولا حسام حسن ولا اسم رابع ما تقلش في القعده دي. شكرا جدا ليكم.